رصد من عام مجموعة الفتح الإسلامي إلا أن يكون أعمال رسمية تحت مظلة الرجال لأننا نعمل بشكل مستقل استقلال تاما في شأن مسألة كانت يومها وهي تحاكم المسلمين إلى محاكم غير إسلامية خاصة المحاكم الدولية ثم ذهاب المسلمين ليكونوا شهودا أمام هذه المحاكم التي تحاكم المسلمين تحاكم حاكمت مثلا الرئيس السوداني وحاكمت عددا بعضهم الآن يعرض عليها أن تحاكم الشيخ يوسف القرضاوي باعتباره يدعو إلى الإرهاب والعنف وهكذا وكذا إلى آخره. وطبعا بما أن العلاقة تفرض فأجابني أن حفصة سندرج هذا الأمر في إحدى دوراتنا القادمة رسالة مفصلة بأسئلة دقيقة فقهية وسندرج طبعا هذا ممكن كان في 2009 2008 وطبعا لم يدرس شيء من ذلك وذهب هذا الإمام وجاء غيره. المهم هذا نموذج هناك قضايا إذا عرضتها على الفقهاء ليتكلموا فيها بأشخاصهم وبمؤسساتهم يعني أي كان الجواب عمليا يقول لك هذا من الخطوط الحمراء. هناك قضايا عديدة طبعا الخطوط الحمراء هي الدرجة الأولى ما لها صلة بالسياسة وبالرؤساء والحكومات. الآن علماء السعودية على سبيل المثال يتكلمون في كل شيء إلا ما يخص بلدهم وسياسة البلد. أنا مرة مع أحد المشايخ قلت له علماؤكم وأمراؤكم ظلمات بعضها فوق بعض فهذا الموضوع جديد ما صارت. هناك خطوط حمراء للأسف عند المجامع وعند الأفراد لا أريد أن أواصل ضرب الأمثلة لا بالأفراد. هناك قضايا يمكن أن تسأل جميع تبحث عن جميع علماء المسلمين هناك قضايا استطاعت يكون 20 قضية لم يتكلم فيها أحد لا بفتوى ولا تعليم ولا هذا تحدي كبير. صحيح أن الربيع العربي قل نسبيا من هذه الحضور الحمراء لكنه الآن لم يبقيها. الآن مثلا خاصة الدول الربيع العربي دورها والمساحات التي أصبحوا يخوضون فيها أوسع بكثير مما كانت ومع ذلك ما زالت هناك قضايا الفقهاء والمفتون والهيئات الإفتائية لا تتحدث فيها ولا تصدر فيها فتاوى ولا تدرجها في جداول أعمالها وهذا من أهم التحديات. والتحدي التحدي لكي ندفعه ونرفعه ونخوضه لا بد أن تنطلق بعبارة واضحة أنه ليس هناك قضية غير قابلة للدراسة الفقهية والشرعية. من قديم قرر الفقهاء والأصوليون تحديدا وأجمع على ذلك أنه بهذه الصيغة وأظن أن القاعدة عندنا في موسوعة القواعد الفقهية بهذه الصيغة ما من حادثة إلا ولله فيها ما من حادثة تصاب عبارات مختلفة لكن هذه إلا وهنا لعبارة جوي ما من حادثة إلا ولله تعالى فيها علمه من علمه وجهله من جهله. إذا الفقهاء لا يستطيعون يعني ما يستطيعون حتى أن يقولوا هذه القضية لا دخل للشرع فيها لا يستطيع أحد أن يقول لها لكن عملي لا يقولون فيها. فإذا يجب أن نطالب بالتجديد الفقهي ونعرف أن معنا عدد من على الأقل من طلاب الدراسات الإسلامية والشرعية محاضرة حتى يتجوزوا يتخلصوا من أي شيء اسمه خطوط حمراء. المعالجة العلمية لا تستثني شيئا وخاصة المعالجة الفقهية تحديدا لا
تسألني شيء. قل الآن أبعد سعيد المسلمين العلماء المسلمين أو على الأقل بعض فتاوى في مسألة أسلحة الضراء الشام، مسألة مجلس أمن الدولة تركيبته وصلاحيته وصلاحته، هل لنا فيها مبشرة من أهل السعودية؟ عندنا العدوى، عندنا كذا، عندنا قواعد فكرية وأصولية، كيف لا يكون لنا حكم في مؤسسة تهمنا جميعا؟ الأمم